بيك دايرين بخير؟ مبروك العيد ان شاء الله، تعيدوا تعاودوا وطول لينا وليكم العمر. دابا انا غادي ندير فقاس، ها نتوما كاس تاع اللوز، كاس تاع اللوز، هذا الليمون محكوك، ها الزنجلان، شويه د الملحه، الزبده، هاي باش كيجي رطب زوين نافع، ها هو النافع، وحبه حلاوه باش يعطي الريحه زوينه. ها هو كاس تاع الزيت، كاس تاع سنيدة، معشقة تاع كليكو الزهر، قطعة كوفيتير، ها غادي ندير الطحين، ما يجيش قاصح، يجي رطب، العجينة تكون مرطبة، إيوا نديرو حليوة العيد، نفرحو وليداتنا. ها الجبانية الثانية، ندور على خليط يكون رطب ما يكونش قاصح بزاف، صافي ها نعجنتو وصايبتو لحقو طريقو، ها دابا غادي نقطعو ندير في اللاطة. هذا هو الفقاس، انا صايبته وعدلته ودهنته بالبيض وشويه نسكافي وشويه الزهر، خلطهم ودهنت بهم هذا الوجه تاع الفقاس. دابا حبابي غنمشي نديرو يطيب، يجي محمر وزين الثومه، دابا غادي نستنى شويه يبرد باش يتقطع، هو الفقاس اللي درت، ها هو طيبته، طب محمر وزوين، ها باللوز والزرارع، داكشي زوين ماشي، ايوا حضرته معكم دابا في هذا العيد هذا ان شاء الله. طيب مشحر، ها